ثابتة حاجة على طول. ثابتة. تمام دكتور، بالنسبة للفك المفصل بتاع الفك، في بعض الأوقات بنجد في مشكلة كبيرة جدا، الناس بتعاني مثلا من ألم شديد في الفك في المفصل، يعني بيكون أسبابه إيه؟ من اسباب الحاجه اللي زي كده بتبقى ان المفصل نفسه بيبدا مثلا هو بيجي مثلا يتاوب، مثلا تبدا الحركه مثلا تبقى اوفر، يا بيفتح بزياده، مثلا بيجي مثلا ياكل مثلا لبان، فاللبان دي برضو بتساعد، برضو بتخلي القفله بتاعت مش البق مظبوطة. مش مظبوطه، بمعنى اصح بتخلي البق يقفل اكتر. هم برضو ممكن يتعرض مثلا لخبطه فيه، التهابات دي برضو المتكررة فيه، دي برضو بتبدأ تخلي المفصل ده يبدأ يحصل له فيه النوع من أنواع حاجة اسمها ديسلوكيشن، يبدأ يتحرك سنة الفك السفلي بالمفصل بتاعه يتحرك، بحيث ان هو طبعا يبدأ يجي يقفل، فالقفلة ما تبقاش طبيعية. هم فطبعا بننصحه بحاجة زي كده، طبعا ان يبدأ يعمل دايما كمادات دافية لما يكون فيه التهابات في المفصل، فالكمادات يعني دي بتريحه، كمادات. بتخليه في وضع ريلاكسيشن، يبقى فيه كده ارتخاء. بياخد ادويه برضو بتساعد على ان هي بتبقى باسطه للعضلات، تبقى العضلات ما تبقاش فيها انقباض جامد، بتريحه. وما ياخد باله وهو بيتاوب، يبعد عن الاكل الحاجات اللي هي برضو فيها ايه، اللي هي فيها يعني ايه، بيحتاج فيها الحاجات الناشفة ناشفه شوية.